طبعا معانا واحد من نجوم الكره التونسيه، نجم الترجي ونجم الاتحاد المنستيري السابق سامي العروسي، ضفنا من خلال طبعا المداخله الهاتفيه ومعانا بيكلمنا من تونس. نرحب بيه ونشكره على مداخلته معانا في السادسه. مساء الخير واهلا وسهلا بك على شاشه الاهلي. مساء النور كابتن احمد سمير، وان شاء الله في حصه السادسه تعدى يعني حصه حلوه. اهلا اهلا وسهلا بك دايما واهلا بكل اشقائنا التونسيين. يعني طبعا المواجهات المصرية التونسية ليها باع طويل جدا، والأهلي تحديدا كمان الحقيقة مع معظم الفرق التونسية وكلها فرق محترمة وفرق دايما عندها شخصية البطل، يعني تاريخ طويل جدا. يهمني أسمع رأيك في المواجهة الأخيرة، وانت كنت واحد من نجوم الاتحاد المنستيري طبعا، فريق واعد، فريق قدم موسمين اخيرين اكتر من رائعين، وكان بينافس على لقب بطوله الدوري التونسي لغايه اخر لحظه مع الترجي. شفت ازاي لقاء الذهاب، وازاي بتشوف فرص الفرقتين في لقاء العوده؟ تقريبا الاتحاد المنستيري ليس من المرشحين لحصول بطوله افريقيا مثل الترجي والاهلي، ولكن فريق يعني في التكوين بتاعه عمل موسم جيد الموسم اللي فات، وهدد الترجي التونسي بالبطوله، وكان ينجم هكا في الترتيب كان ينجم يتحصل على البطوله. الموسم هذا يعني تقريبا يعني البطوله التونسيه كانت متوقفه وما ولم تنطلق، يعني قعد الترجي ولا الاتحاد المنستيري قعدوا يستناوا في البطوله الافريقيه باش يضربوا المستوى نتاعهم، باش نعرفوا المستوى نتاعهم الحقيقي. فريق الاهلي يعني يقعد فريق كبير، يقعد الفريق اللي يخوف انت في حتى كي يلعب خارج الميدان نتاعو. الاتحاد المنستيري المدرب داركونوفيتش خير باش يلعب في يعني نقولوا احنا في الدفاع، خير باش يلعب في نص الملعب نتاعو. يمكن الخطه هذه عملها السنه الفارطه مع الترجي التونسي مع وفاق خطيف ونجح فيها، ما خاطر يعرف ان الامكانيات نتاع الفرديه نتاع كل لاعب من الاتحاد المنستيري ولا الاهلي المصري يتفوق نوعا ما في الخبره في الماتيراسيون تكتيك، يعني في الفنيات زاد في اللاعبيه هذوما عندهم خبره. خير باش يكون محتاط نوعا ما، ويخلي تقريبا يخلي النتيجه في خطا للفريق المنافس، لكن الاهلي المصري كان يعني كان حاضر، كان مركز في المقابله هذه، وخذا راحه كبيره يعني لانه وخر له شويه، خذا راحه كبيره في نقولوا احنا في تدوير الكوره من اليمين الى اليسار، في الخروج بالكوره كان الخروج نتاع الاهلي المصري كان لين، كان بسهوله. الفريق الاتحاد المنستيري تعب في المهاجمين لانه الخط الدفاع الاولاني عنده هو كان المهاجمين، وهذيك الخطا الوحيد اللي عمله. في الهجومات المعاكسه لم يجد معناتها النفس معناتها باش يكمل الهجمه ولا باش يطلع بالعدد التفوق العدد قدام، كانت المسافه بعيده بين من يفك الكره ولا يوصل للمرمى، كانت المسافه اكثر من 50 متر وتوصل حتى ل 60 متر. التهديد على المرمى ما كانش موجود يعني الاتحاد المنستيري، وكان التعب في الخط الامامي كان تم. اسمح لي كابتن سامي اسالك، يعني البعض كان بيتساءل ازاي الاتحاد المنستيري او ازاي داركو نوفيتش لجأ لفكره التكتلات الدفاعيه ومحاوله اللعب على الهجمه المرتده وفقدانه لاستحواذ الكره على ملعبه وسط جمهور. الحقيقه واضح انه يعني عاشق للاتحاد المنستيري بشكل كبير جدا، كان ممكن يكون واحده من اوراق الضغط على النادي الاهلي المصري، ويمكن نتيجه المباراه صعبت الموقف اكتر. يعني كيف لو انت حتى مكان داركونوفيتش كيف تفكر في مباراه العوده؟ هل ممكن انك انت تغامر وتاخد المبادره او تفكر انك انت تهاجم الاهلي على ارضه وعلى ملعبه وسط جمهوره، ولا ممكن دي تبقى بمثابه انتحار، ولا تحاول انك انت برضه تامن وتلعب بنفس طريقه الهجمه المرتده على وعسى؟ يعني هو طريقه الدفاع يعني طريقه انك تخلي الاهلي المصري يلعب هي خطر، يعني انك تطلع للاهلي تنجم تطلع قدام للاهلي، وثما فرق كبيره طلعت للاهلي، لكن خروج الاهلي بالكوره متمكن يعني فنيات كبيره للاعبين ينجموا يخرجوا بالكوره وينجموا يهددوك يعني، وتنجم تكون يعني نتيجه كانت نجم تكون حتى الهدف لصفر كانت تنجم تكون موجوده حتى لو كانت طلعت الفوق للاهلي، خاطر نجم يستحفظ الاهلي وينجم يخلي الخطر نتاعو حتى في الهجمات المعاكسه يكون مخطر. داركونوفيتش اختار انه يخير انه الاهلي يرتكب الاخطاء والا في الكرات الثابته والا في الهجمه المرتده، يعني لم ينجح في كذا حالات اللي اختارهم، والاهلي المصري خطف الهدف يعني في ال 90 زائد 3 خطف الهدف نتاعو،
وكانت محظوظ يعني عن طريق محمد عبد المنعم في الهدف. دراجونوفيتش جرب الخطه هذه وحب يهز يقول احنا المقابله للاياب باش يعمل زاد التكتل نتاعو باش يحاول، لان الاهلي المصري في الاياب باش يطلع بالطريقه نتاعو باش يطلع بالعدد الكبير وباش يلقى الهجومات. عايز اسالك كابتن سامي، مين من لاعيبه الاهلي لفت نظرك؟ اللي لفت نظري هو كهربا كالعاده، اكرم توفيق يعني، محمد عبد المنعم اللي سجل هدف كان ذكي برشا. نقول لك انا في الرتور الاهلي الاتحاد المصيري باش يحاول يستحوذ على نفس الطريقه، أيوه. باش يخلي النتيجه 0-0 وفي الاخر المقابله نتصور كجيت انا يعني مدرب في اخر المقابله في النصف الاخير نتاع المقابله الضغط باش يكون كبير على الاهلي المصري، لانه هدف لصفر ليس مؤمن للترشح، ونجم يعني اي هدف ينجم يرجع الاتحاد الرياضي المنستيري. بدايه وانت معايا لازم اسالك على الترجي، لانه الترجي يبقى واحد من افضل فرق القاره الافريقيه برضو ومن ابرز الفرق التونسيه، ازاي بتشوف فرصه رغم خسارته في الجوله الاولى من دور ال 32؟ خسارته في المقابله الاولى كانت على اخطاء فرديه يعني زوز تماس يعني لا تقبل يعني ما تقبلش يعني وما تصورش كان باش تتعاود الاخطاء هذيك. الترجي فريق كبير، فريق اللي عنده زاد عمل تعزيزات باهيه، عمل كما نقولوا احنا الفريق اللي يحضر الشامبيونز ليج. نبيل معلول المدرب الفريق يعرف الترجي، الترجي يلعب نفس الخطه نتاع الاهلي، يلعب 4-3-3، يلعب الاستحواذ، يلعب الكره الهجمه المركزه. الترجي عنده امكانيات كبيره، عنده الكوليبالي، عنده الشعلاني، عنده بن رمضان، عنده البدري، عنده الهوني، عنده اسامي كبيره يعني موجوده في الخبره في بطوله افريقيا. كما الاهلي لا اظن ان الترجي باش يوصل نصف النهائي والنهائي، موجودين الوداد، الترجي، الاهلي، الزمالك، يمكن هذوما الفرق يعني الرجاء ينجم يكونوا في نصف النهائي بسهوله معناتها. ونتصور ترجي يعني منافس يعني على البطوله هذه، واحده من الكلاسيكيات، واحده من كلاسيكيات المواجهات الافريقيه الاهلي والترجي. نتمنى الحقيقه يكون اللقاء النهائي لقاء عربي. وبشكر طبعا نجم الكره التونسيه كابتن سامي العروسي، طبعا نجم الترجي التونسي ونجم اتحاد المنستيري السابق، كل الشكر ليك وكل التوفيق طبعا، وتمنياتنا بكل الخير والنجاح للمنتخب التونسي في بطوله كاس العالم، في مشاركته في كاس العالم اللي جايه. طيب نروح لفاصل، بعد الفاصل مكملين كلامنا ونستقبل نجمنا في حلقة النهاردة من السادسة كابتن سعيد.